أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياكم حالك؟ الله. الحمد لله. كيف حالك أستاذ حسن؟ ما الحمد شاء الله. لله الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟ الحمد كيف لله الأهل بارك. والأسرة؟ الحمد لله كلهم بخير الحمد لله. كيف قضيتم العيد؟ ما شاء الله، عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله. آمين، تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله، كان جميلا. ما شاء الله كيف ما كان شاء الله. العيد في بريطانيا؟ الحمد لله والله. إذا هذا ثاني عيد عندي هنا، يعني أول عيد كان عيد الفطر، وهذا الآن عيد الأضحى، ولكن الحمد لله أجواء جميلة، والصلاة العيد قضيناها في مصلى كبير في ما شاء حديقة الله، كبيرة تقبل بإذن الله. الله. الحمد لله بارك الله. فأنتم كيف الأجواء العيد عندكم؟ الحمد لله، ليست كأجواء عيد الفطر للأسف إلى الآن. يعني عيد الأضحى في المركز الثاني ممكن نقول. عجيب، سبحان الله، لماذا؟ لا أدري، يعني أهلنا هنا نحتفل بعيد الفطر يعني أكثر منا. أكثر بكثير، أكثر بكثير. لكن عيد الأضحى فقط نذبح الأضحية، نقسم اللحم، و الوضع يعني قليلا أقل يعني احتفالا. الناس لا يشعرون بأهمية هذا العيد، أو عجيب يعني شيئا ولا؟ فشيئا الآن بدأ بعض الشباب، بعض الطلاب، طلاب العلم ينبهون الناس أن هذا أيضا عيد، يجب أن نعمل يعني احتفالا صغيرا في البيت مع الأطفال، نهديهم سبحان هدايا الله حتى يستشعروا بهذا اليوم. للعيد. نعم أكيد، سبحان الله، خير إن شاء الله. نعم، على كل حال أنا مسرور جدا باستضافتك اليوم معنا، وأنا كذلك. لأننا جزاك الله قد خير. قررنا هذا اللقاء يعني منذ زمان. الحمد لله الآن جاء موعده الحمد لله. بإذن الله. هذه فرصة لنتعرف عليك إن شاء الله، ونستفيد منك إن شاء الله، من تجربتك ومن مسيرتك مع العربية ما شاء الله. أولا عرف لنا بنفسك إن شاء الله، يعني اسمك وبلد إقامتك وجنسيتك وعمرك ووضعك الأسرية. أنا اسمي خاصو، أنا عمري 28، ما شاء الله. من روسيا، من جمهورية صغيرة في جنوب روسيا معروف بالشيشان. أنا شيشاني ومتزوج لابنان صغيران، سنتين وسنة، يعني بينهما سنة، وأعمل مدرسا للغة العربية منذ 4 سنوات، وبدأت أتعلمها منذ 8 سنوات الآن أظن، ما شاء وأدرس الله، عبر الإنترنت وهكذا. الحمد لله، يعني شيئا فشيئا أنشر، أو كيف أقول، يعني أقوم بنشر العربية وبتحبيبها للشباب الناطقين بالروسية من خلال القنوات على اليوتيوب، من خلال الصفحة في انستغرام نعم رائع. وتليجرام، هذه الوسائل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبرهم وأقول لهم دائما أنها ليست صعبة، أن تعلم العربية ليس شيئا يعني مستحيلا ولا نعم شبه أكيد عادي، أي واحد يستطيع أن يتعلمها إذا أراد. أكيد أكيد. لهذا هذا سبب هذا اللقاء، لنبرهن للناس أن العربية ليست صعبة. هناك أخ يظن أنك مصري، ممكن أن تشرح لهم يعني الشيشان أصلا ليس دولة عربية، قلت أنها جمهورية من روسيا، أليس كذلك؟ نعم، هي جمهورية يعني من أنت روسيا. عجمي الأصل، عجمي نعم اللسان يعني أصلا. صحيح صحيح، نحن لا نتحدث بالعربية رغم أننا نحبها كثيرا ونعبد الله سبحانه وتعالى بها، نتعبد الله بقراءة القرآن العربي، لكن نحن لا نتحدث بالعربية، إلا أننا أخذنا من اللغة العربية كمية كبيرة من الكلمات. يعني إذا يعني في بحث، الروسية تقصد، في الروسية لا في يعني. الشيشانية أصلا، يعني يجب، عندكم لهجة يعني خاصة بكم، يعني لا لغة ليست خاصة، لهجة، يعني لغة هذا الموضوع أيضا مهم. مهم جدا أن وفي تشرح لنا. روسيا، يعني روسيا دولة كبيرة فيها شعوب كثيرة، وهي ليست شعوب روسية أصلا، هي كانت قبل أن تكون هناك دولة تعرف بروسيا، كانت هناك شعوب آسيوية، شعوب قوقازية، لها لغاتها، لها تقاليدها وثقافتها، ثم بدأ الاستعمار الروسي وبدأت روسيا تنتشر، ودخلنا يعني إلى الاتحاد السوفيتي وأصبحنا جزءا من روسيا الاتحادية،
ولكن في روسيا هناك الشعب الروسي هو يتحدث باللغة الروسية، وباقي الشعوب نتحدث باللغة الروسية، ندرسها في المدرسة، هي لغة رسمية، لكن لنا لغات مختلفة وليست لهجات. يعني هنا اللغة الشيشانية هي لغة، كلغة تركية، كلغة فارسية، كلغة هندية، هي لغة شيشانية. يعني هناك لغات، بقواعدها نعم وبنحوها وصرفها، بقواعدها، نعم، يعني لغة مختلفة تماما عن باقي وهي اللغات. منشقة من أي لغة قديمة؟ يعني مثلا نحن الفرنسية أو للأسف يعني اللغة الشيشانية هي لغة لا يوجد لها أسرة، يعني هي لغة عجيب هكذا، عجيب. لا 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 تجتمع مع لغة أخرى في بعض الأمور، لا هي لغة قديمة لا ندري يعني ما أصلها. عجيب. وهناك بجوارنا شعوب أخرى، شعوب مثلا شعب الشركسي، الشراكس، ولهم لغتهم، لهم نفس خاصة ما نعم، شاء لا الله نفهم تبارك. بعضنا، ولا يوجد هناك بعض الكلمات، يعني ممكن يعني اصطلاحات دينية يعني، لكن بشكل عام لا، يعني نحن لسنا روسا أصلا، يعني نحن لسنا روسيين، إلا نحمل الجنسية الروسية وننتمي إلى لهذه نعم الدولة، هي نعم. إذا لكن لسنا، الشعب الشيشاني شعب مسلم أصلا. نعم الحمد لله، متى دخل ما الإسلام يعني عرف الشيشان؟ الشيشان غير الإسلام دينا يعني يعني أصلا. متى دخل الإسلام إلى الشيشان تقريبا؟ والله هناك الإسلام كان ينتشر يعني قديما ببطء في القوقاز، قوقاز نعم. وممكن أول مرة يعني لقينا الإسلام إن صح التعبير في ممكن في عهد التابعين، ما يعني شاء الله لأن الإسلام وصل إلى داغستان في عصر الصحابة، حتى في نعم داغستان هي جمهورية قريبة يعني متجاورة للشيشان، هناك يوجد مقبرة الصحابة، 40 ما شاء الله صحابيا ما شاء الله ليسوا من كبار الصحابة لكنهم صحابة، نعم ووصلوا إلى داغستان، وكانت هناك بعض الحروب ممكن نقول، لا أدري يعني، أصلا هم يعني هناك مدفونون هناك، ما شاء الله وهم قريبون يعني 50 كيلومتر، 100 كيلومتر من هنا. إذا بدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، مثلا ممكن قرية تسلم ثم قرية ثانية، لكن ببطء، عجيب واستمر هذا يعني ممكن 500 سنة، لا أدري يعني. ما شاء لكن الله. وجود كلمات، هذه الكمية الضخمة من الكلمات العربية، حتى الأفعال العربية موجودة في لغتنا، يعني عجيب ليست مصطلحات، لا هي فعل، صار فعلا عجيب يتصرف سبحان الله يعني بتصريف شيشاني لكن أصله عربي. عربي هذا عجيب يدل على أن الإسلام قديم في الشيشان، قديم لكن جدا للأسف نعم أكيد بسبب الحروب والاستعمار الروسي يعني الطويل، نحن لا نعرف تاريخنا القديم للأسف للأسف، لأن تغيرت الأسماء، مثلا الشيشان هذا اسم جديد لشعبنا، يعني وما كنا معروفين بهذا الاسم قبل مثلا 400 سنة، كان هناك اسم، والقوقاز كما عرف القوقاز يعني نعم، وكنا مثلا نعرف بداغستان، لأن داغستان داغستان كلمة يعني بلد الجبال، ثم يعني تغيرت الأحوال والكلمات والمصطلحات والتسميات، لذلك للأسف لا يوجد عندنا وثائق قديمة تدل تخبرنا بتاريخنا، ولكن نأخذ من هنا وهناك ونقول ما شاء ممكن الله منذ 1000 سنة أو منذ 500 سنة، ما شاء الله رائع إن شاء الله ما شاء الله لكن الإسلام ثابت في الشيشان، يعني ليس دينا جديدا بالنسبة إلينا، ولا نعرف غيره يعني، إلا الحمد يعني لله أي شيشاني إما مسلم وإما يعني، لكن ليس له دين آخر. عجيب خير إن شاء الله ما الحمد شاء لله. الله. لغتك ما شاء الله سليمة ورائعة. هل يمكنك أن تقول لنا ما هي نقطة البداية؟ لماذا بدأت في دراسة اللغة العربية وكيف بدأت وما هي الصعوبات التي واجهتها من خلال دراستك خاصة في الشهور الأولى والسنوات الأولى؟ نعم، بدأت أتعلم العربية فجأة، يعني ما كنت أنوي أن أتعلمها، فقط ذهبت إلى أول درس لأنظر يعني ما هذه اللغة وما هي، كنت الشيشان أعرف نعم في شيشان في غروزني، ذهبت إلى مركز اللغات، كان هناك لغات مختلفة، ذهبت إلى لغتي العربية حبا للدين وحبا ورغبة في فهم الدين، في فهم القرآن، ولكن ما كنت أتوقع أنني سأتعلمها، فقط كانت تجربة يعني مغامرة. ذهبت أول درس، ثاني درس، بدأت شيئا فشيئا يعني أحببت تعلم العربية وتعلم القواعد، ومررت مرة هكذا سنتان، مرت هكذا سنتان، وبعد سنتين كأنني أنهيت الكتب هذه العربية بين يديك، وكنت أظن أنني أفهم العربية، لكن ما لم ألتقي
لهذه اللحظة مع شخص عربي ولم أجرب لغتي، فقد كنت أترجم وأفهم، يعني كنت أعرف الترجمة. لما قابلت شخصا عربيا انصدمت أنني ما أعرف شيئا، سبحان الله. كانت لغتي فقط الترجمة للكتاب، يعني الكتاب العربية بين، كأنني كنت متخصصا في هذا الكتاب. عجيب، وهذا الكتاب سبحان الله يعتمد على الحوار كثيرا، يعني درست هذا الكتاب بالشيشانية ربما، أو ما السبب؟ بالروسية، بالروسية بالروسية. هذا نعم، الكتاب لأنه عجيب هذا الكتاب، بالروسية أنا فقط. أرى أنه أحسن الكتب تقريبا في نعم، دراسة التدريس العربي. لكن تعرف هناك ما يسمى الدراسة التقليدية للغات التي تعتمد على الترجمة فقط، لا يوجد نعم ممارسة أعرفها، تشرح الترتيب. تسمى مقاربة النحو والترجمة، يعتمدون على النحو وعلى الترجمة. نعم، رائع. وهذا كان منتشرا في روسيا، والأساتذة الذين يدرسون العربية نفس الشيء، يعني كانوا يطبقون هذا المنهج. وإذا سألتني أي سطر، أي كلمة من هذا الكتاب، سأقول ما لك شاء الله. ما معناها وما إعرابها وما هي تصريفها، لكن هذه لما كنا نتحدث. عجيب وهذا سبحان الله. كان منتشرا آنذاك في شيشان، أننا ندرس اللغة كترجمة فقط. عجيب سبحان الله. نعم، وهؤلاء وبعد الأساتذة لم يخضعوا لتكوين، يعني لأن سبحان الله يعني كانت لي فرصة أن أتدرب على يد من ألف الكتاب هذا، يعني فوزان، شيخ فوزان نعم جاءنا قبل تقريبا 10 سنوات في فرنسا، وحضرت دورة تكوينية للأساتذة الذين يدرسون العربية للناطقين بغيرها، وكانوا يركزون أن لغة التواصل أو لغة التدريس عليها أن تكون العربية وليست لغة أخرى. للممارسة، يعني هذا الكتاب عجيب عجيب للممارسة. ثم سبحان بدأت أتعلم مع هذا الشيخ السوري الذي قابلته، يعني كان يدرس، هو ما كان يعرف الروسية أصلا، ولذلك درسه كان من أول لحظة، أول دقيقة لا عربية. عربيا. وكان أذكر أنني كنت آنذاك درست سنتان، وكان يجلس معه طلاب يدرسون معه 5 أشهر 6 أشهر، وهو يقول لهم شيئا وهم يضحكون ويمازحهم، وانا اضحك، لكن ليس لانني افهم، لا، فقط يعني لانهم يضحكون وانا اضحك، وكنت في نفسي ابكي، يعني انني لا سبحان افهم. الله. وهكذا شهر شهرين، يعني كانه كيف اقول، كان على لسان العقدة، يعني هي انحلت، يعني ان صح التعبير. وبدأت اتكلم، يعني كان هذا المخزن اللغوي بدأت بدأ أستخدم، يخرج. نعم نعم بدأ يخرج، وبدأت أتكلم، ومن هذه اللحظة بدأت أمارس العربية في كل مكان. يعني إن رأيت كيف حافظت على العربية؟ يعني هل كنت تلتقي بناطقين بالفصحى بعد ذلك؟ لأن أصعب شيء هذا هو الحفاظ نعم، على كنت التعابير ألتقي وعلى مع العرب الزوار في الشيشان، إذا رأيت أن شخص يشبه العرب كنت ولكن أتعبيه. ليس ولكن العرب لا يتقنون العربية. لكن بالنسبة إلي يعني كان كافيا ما هم ما شاء يتقنون، الله ما لأنني شاء ما الله، كنت قويا في الكلام، فقط أسأل من أين أنت، ما اسمك، لماذا خلاص جئت، ما كان رأيك. تكفي. نعم، ما شاء الله رائع. وهل سافرت إلى دول عربية يعني، أو فقط طبعا يعني طبعا تعب؟ بعد ذلك يعني نصف سنة تقريبا درست مع هذا الشيخ السوري، وثم ذهبت إلى مصر للممارسة، وكنت أتحدث بالعربية بمستوى لا بأس بها، فقط لدراسة القواعد وعلوم العربية بشكل عام. ومكثت هناك 5 أشهر، ولم أستطع الصبر أكثر، ورجعت إلى الشيشان، لأن مصر يعني دولة صعبة للعيش. ثم شهرين ثلاثة بقيت في الشيشان، وقلت لا، يجب أن أرجع إلى تعود. مصر، هذه الفائدة الموجودة في مصر لن أجدها في مكان آخر. رجعت، ثم نفس الشيء، 5 أشهر لم أستطيع أن أواصل، رجعت، ثم رجعت 3 مرات، سبحان ثلاث الله. مرات ذهبت إلى مصر، وكل مرة 4 أشهر 5 أشهر. يعني الحياة وجدتها صعبة يعني. نعم، كانت بالنسبة لي صعبة، وكذلك كنت أشتاق إلى الشيشان، يعني أنا ما لم أغادر الشيشان لوقت طويل، لذلك كل مرة 5 أشهر، وكنت أرى في المنام أنني أرجع إلى بلدي، إلى سبحان أمي، الله. كنت أشتاق إلى أسرتي، وما كنت أستطيع أن أركز على الدراسة. وحقيقة يعني كنت أجلس في الدرس وأفكر عن أصدقائي وعن بلدي، وكنت في هذه اللحظة أقول لا، يعني لا فائدة أن أستمر في مصر، يجب أن أرجع وأستمتع ببلدي قليلا، وأرجع يعني مرة ثانية إن تيسر يعني.
إن شاء الله رائع، الله رائع. إذا كم المدة تقريبا يعني قضيت من أجل يعني دراسة العربية؟ يعني 3 سنوات، 4 سنوات، أقل، أكثر؟ سنتان في الشيشان، هذه سنتان ترجمة، نصف سنة مع هذا الأستاذ من سوريا، وسنة واحد سنة كاملة في مصر. إذا بالجملة أظن 3 سنوات كانت دراسة تفاعلية إن صح التعبير، يعني كنت أدرسها كلغة كدروس، يعني أذهب إلى الدرس مع الأستاذ، وبعد ذلك يعني كنت فقط أمارس العربية وأتعلمها لكن بدون تعلم مباشر مع كيف كنت الأستاذ. تنمي مهارة الفهم والاستماع؟ يعني هل كنت يعني والله تستمع إلى كنت وما زلت ولله الحمد عاشقا للعربية، وكنت يعني حتى الآن عندما أشرب الشاي وأجلس دائما يجب أن أشاهد شيئا بالعربية، يعني لا أستطيع أن يكون ممتاز صمت، يعني يجب أن يتحدث بالعربية في البيت، يعني وإن كان والله ممتاز اليوتيوب. لذلك كنت دائما أستمع، وكذلك كنت أتحدث مع الشباب عبر هذه البرامج المختلفة لتبادل اللغات، هيلو توك ربما أهل سميت، الترك. نعم سمعتها. نعم نعم استفدت من هذا البرنامج كثيرا، وتعرفت على الأصدقاء وما زلت على التواصل معهم، وهم يزورونني أحيانا ما من شاء الله. بلاد، وهكذا كنت أمارس العربية يعني جدا. كنت أحيانا أبدأ الكلام مع شخص و5 ساعات ممكن كنت أجلس وأتكلم معه، حتى كان الهاتف كان البطارية كانت يعني تتخلص ما شاء الله، يعني الممارسة كانت لها دفعة هكذا كبيرة بالنسبة لي. ما تعلم العربية بالنسبة إلي يعني الذي استفدت منه الممارسة. عجيب، سبحان الله، عجيب. إذا أفهم من خلال كلامك أن أصعب شيء يعني واجهته من خلال دراستك هو التعبير، كيف تعبر في البداية خاصة. يعني نعم في البداية، يعني ما شاء وإذا الله. يعني ممكن أقول أصعب شيء كان أن المنهج لم يكن صحيحا، يعني نعم أكيد أكيد. بالمنهج الصحيح لتعلم اللغات، والله ما كنت تعبت هذه المدة وأسافر. ما شاء الله. وكيف يعني أنا أفهم من خلال كلامك أنك درست قواعد اللغة، يعني النحو والصرف، يعني نظريا، يعني في يعني السنوات نظريا الأولى. كيف استطعت أن تطبقها؟ لأن أعلم، أنا أعرف الكثير من الطلاب العجم درسوا النحو والصرف يعني سنوات، ودرسوها طبعا إما بالإنجليزية، إما بالعربية، إما بالفرنسية أو بلغة أخرى، ولكن عندما قد يستطيعون إعراب جمل يعني بسهولة، ولكن عند الكلام، عند التعبير، لا يستطيع أن يجر وأن ينصب وأن يرفع. فأنت كيف استطعت أن تقوم بهذا؟ نعم، أولا الحمد لله رزقني الله بأستاذ جيد في مصر اسمه الأستاذ أحمد رضا، هو مصري وهو حبب إلي النحو، يعني كان ما شاء الله يعيش في النحو وجعلنا نحب النحو، وأحببت هذا العلم لأنه منطقي جدا، يعني أكيد ترى النحو كأنه الرياضيات، والله رياضيات، صحيح أستمتع أكثر من مما استمتعت في المدرسة بالرياضيات مع أنني كنت أحبها. صحيح. لذلك يعني بدأت أرى اللغة كنظام ما شاء الله متكامل وفيه قواعد، وقواعد مضطردة، ليس كما في الروسية عندنا قاعدة ومليون استثناء من هذه القاعدة، نعم صح. في ولكن في العربية العربية ليس هناك شواذ، سبحان الله، قاعدة في هي العربية ليس. مضطردة، يعني فقط بعض ممكن نقول كلمات شاذة لكنها قليلة يعني قليلة جدا. جدا أكيد. وبعد ذلك يعني كنت دائما أخاف أن أنسى النحو، لأنني والله 8 أشهر كنت يوميا أحضر دروس وأدرسه، وكان أستاذنا دائما يقول إذا أنتم لن تمارسوا النحو ستنسون، يعني لا محالة. عجيب ولذلك إذا كنت تريد أن تحافظ على هذه القواعد عليك أن تمارسها، وإن أخطأت في الكلام أكيد. ارجع وصحح نفسك، يعني ليس لا تنظر هل هو انتبه لم ينتبه، هل هو رأى أنك، صحيح فقط. لا ارجع وصحح. وهذا الذي كنت أحيانا أمشي وأحاول أن أطبق كل قاعدة، وكنت أتحدث مع نفسي ولا يعني، لكن يعني كلما كنت أتعامل مع العرب أكثر كان أصعب علي أن أطبق النحو، لأنني ما لا كنت إشكال كبير. نعم صح. لا لم تكن تسمع عندهم الحركات، يعني نعم العرب تقف على السكون كثيرا.
أقول مثلا، أقول لست روسي، لا لست روسيا، سيا وأرجو نعم. لست روسيا. أما المهم لا أحد يهتم بالمنصوب ولا مرفوع ولا مجرور، لكن أنا كمدرس يجب أن أتقن هذه الأمور، إن شاء الله. لأنني يعني لماذا سافرت أنفقت المال وفارقت الأهل وثم أرجع بالمعلومات لا حياة لها، يعني لا 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 لن لا أرى فائدة هذه من هذا عجيب. الذي. الآن لو كنت يعني ستدرس العربية من جديد، على ماذا كنت ستركز أولا؟ يعني لو قيل لك ستبدأ من جديد. الآن أدرس العربية وأركز أول شيء على الممارسة ليس على القواعد، يعني القواعد أقول بعد ذلك مع الوقت إذا أردت، يعني هذا ليس واجبا عليك، لكن أولا يجب أن يتعلم التعبير، صحيح؟ يعني كيف يقول ماذا يريد، وإن كان مع بعض الأخطاء لا بأس، يعني هو متعلم مبتدئ يعني، لكن بعد ذلك أولا يعني الكلام أهم شيء، يعني أن يستمع كثيرا، أن يتحدث كثيرا، أن يكتب كثيرا. وأنا دائما ليلا ونهارا أقول على كل المواقف تحدثوا، الممارسة، لا يوجد طريق سلام. آخر، يعني لا يوجد هناك أكيد أكيد يعني كيف أقول يعني قرص تأكله تصبح وتتعلم، ناطقا بالفصحى. لا لا نعم صحيح. أكيد أكيد والله ممارسة، أكيد اللغة هي أكيد ممارسة. لا سبحان الله ما شاء الله. أنت الآن تتقن، إذا تتقن الروسية والشيشانية والعربية أليس كذلك؟ نعم الحمد نعم. لله. فبماذا تمتاز العربية بالنسبة إليك؟ هذا أثرت في روسيتي، يعني أصبحت يعني أتكلم بالروسية لكن ليس بذلك المستوى الذي كنت. ما شاء الله. بماذا تمتاز العربية بالنسبة لك، بما أنك الآن ما شاء الله تتقن هذه اللغات؟ وضع العربية يعني فيها مختلفة تماما عن كل اللغات، مع أني أحب اللغة الشيشانية هي لغتي، لكن العربية غنية جدا، يعني أنت ترى كلمة كلمتان يعني تغنيك عن جمل طويلة التي أقولها بالروسية أو بالشيشانية، كلمة كلمتان في اللغة العربية تغنيك، يعني تقول كلمة هي جملة، يعني سبحان هي الله. صح كتاب يعني في الحقيقة. عجيب سبحان الله. العربية أنا أحبها وأحاول أن أجعلها، يعني أجعل وجودها في حياتي أكثر بالفيديوهات بالكلام مع الأصدقاء، يعني بقدر المستطاع أحاول أن يكون لها وجود يعني في حياتي. وهذا صعب حقيقة عندما تعيش في بلد غير عربي أن تحيط نفسك يعني بلغة أجنبية، وهي غنية، هذا أول شيء، هي غنية، هي جميلة، تستطيع أن تعبر بها عن معاني دقيقة جدا في نفسك، يعني تعبر بها، يعني يكون تعبير قويا، لا أدري، يعني هذا ما الشيء شاء الله الذي أحبه ما في شاء العربية. الله. عجيب عجيب ما شاء الله. ومنطقيتها، يعني أنها لغة منطقية نعم أكيد. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قواعد. ألف لام ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فربط العربية بالعقل لعلكم تعقلون. صحيح. ففعلا فإنها لغة يعني منطقية و يعني تستدعي العقل ما شاء الله. وفي الحقيقة أنا أرى أن العربية لغة سهلة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني المدكر يسره، وقال القرآن بالعربية فهي لغة يسيرة. وكما قلت يعني أهم شيء هي الممارسة، إذا مارست العربية لن تجد معها صعوبات والله أعلم. نعم نعم. كيف يعني الآن ما شاء الله أنت تدرس العربية، كيف تحولت من متعلم إلى معلم، ومتى هذه أيضا كانت بالنسبة إلي يعني هكذا قرار غير، كيف أقول، يعني ما كنت أستعد لهذا الأمر، كنت أرجع إلى الشيشان وكان يعني همي كيف أحافظ على العربية في الشيشان، يعني كنت أسمع دائما إذا أردت أن تحفظ على شيء درسه، وهذه أكيد العبارات، ورجعت وبدأت أدرس في المسجد للأطفال، يعني كانت دراسة ما شاء الله. مجانية، وجدت نفسي يعني كيف أقول جيدا في هذا الأمر، وقلت والله ما شاء الله عندي مهارة أنني أستطيع أن أشرح للأطفال، وإذا كنت أستطيع أن أشرح للأطفال أستطيع أن أشرح للشباب، يعني هذا أولى. وهكذا شيئا فشيئا بمجموعات صغيرة بدأت أجرب، يعني لا أفعل إعلانات كبيرة ولا أقول شيئا، فقط يعني لا أحد يعرف أنا أدرس، ووجدت أنني كيف أقول أنجح نوعا ما في هذا الأمر،
وثم يعني المرة الثالثة رجعت إلى مصر ليس لدراستي العربية فقط لأنظر، يعني مرتين للدراسة، المرة الثالثة فقط لأنظر كيف يتم التدريس نعم في المراكز المصرية. فقط يعني ذهبت إلى المركز وأنا أتحدث بالعربية جيدا ولا أحتاج إلى دراسة هذه الأمور، فقط كنت أجلس وأنظر للأستاذ، أنظر إلى تلاحظه. الطلاب، نعم نعم فقط يعني كمشاهد كنت أجلس في الدرس وأنظر. وكذلك أخذت بعض الدورات في إعداد المعلمين لكنها كانت بالعامية ولذلك يعني لا آه أستطيع. للأسف بالعامية، سبحان الله. نعم إعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالعامية. العامية للأسف، والله للأسف. كيف أنت فأجلس كيف تجد مكانة العامية في العربية؟ أنا أرى أنها تفسد في الحقيقة وتجعل المتعلم يعني حائرا. يعني أنا أعرف للأسف هناك مناهج كثيرة مثلا في أمريكا وفي حتى في فرنسا الآن يدرسون العاميات في الجامعات. أصبحت يعني خاصة في أمريكا الآن هناك مناهج كتب، يعني لما تفتح الكتاب يعني الكتاب الدراسي أو الأكاديمي أو في الجامعة تجد أنها عامية، عامية سورية أردنية فلسطينية كذا. يعني والله للأسف للأسف يعني، وهذا يفسد في الحقيقة. صحيح العامية كانت بالنسبة إلي يعني تحدي كبير في مصر، يعني ذهبت إلى مصر وكأنني ما أعرف شيئا، يعني كأنني أخرس، يعني لا أستطيع الكلام، لا أدري ماذا أقول، أخجل من الناس أن أتحدث بالفصحى لأنهم يعني يستغربون ويضحكون أحيانا، يضحكون أكيد أكيد. وما كنت أعرف ماذا أقول، وكانت يعني بالإشارات أحيانا ببعض الكلمات كانت صعبة في مصر. ولما ذهبت من مصر يعني عابرا الأردن، يعني نزلت في الأردن ووجدت أن لهجتهم أسهل بكثير من اللهجة المصرية، وكنت مصرية نعم. هذه جنتي في الأرض، يعني أفهم يعني وأسأل شيئا يعني يجيبونني بكلمات أفهمها، يعني كانت عامية لكن مفهومة بالنسبة لي. والمصرية أنا الآن بدأت أفهمها بعد سنوات طويلة، لكن الأردنية والخليجية كانت بالنسبة لي أسهل لأنها أقرب يعني نعم. نوعا ما يعني مخارج الحروف، وكذلك الكلمات أصلها يعني كلمات فصيحة ممكن مع بعض التعديلات، ولا يتحدثون بسرعة. هذا إذا المصريون في دقيقة ما شاء الله يقولون كلمات كثيرة في ثواني، سرعة الكلام صح أكيد أكيد ما شاء الله صعبا يعني. ما شاء الله. إذا قلت بدأت بتدريس الأطفال ثم انتقلت إلى، متى بدأت يعني تدريس الأطفال؟ لما رجعت من مصر هذا كان قبل 4 سنوات، قبل أربع لا قبل 5 سنوات، نعم بدأت بالأطفال. وثم بعد الأطفال لما وجدت أنني أحب هذا الأمر وأنني كأنني جاهز، رجعت إلى مصر المرة الثالثة وتعلمت كيف أدرس قليلا، ورجعت إلى الشيشان وبدأت أدرس من جديد للشباب، وكان قبل 4 سنوات، نعم مع الشباب قبل 4 سنوات، مع الأولاد قبل 5 سنوات. ما شاء الله جميل جميل. إلى يومنا هذا ما زلت تدرس يعني نعم حضوريا وعن بعد أو فقط عن بعد؟ عن بعد وحضوريا، نعم ما شاء الله جميل جميل جدا. تحدثنا المرة الماضية وذكرت لي أنك تعرف نظرية تعليم اللغة بالفطرة والممارسة للدكتور عبد الله الدنان، فأعجبت لأن قليل يعني تحدثت مع الكثير من الإخوة والأخوات يعني في موضوع العربية وقليل من يعرفها خاصة في الغرب وفي عند العجم. فكيف تعرفت على هذه نظريتي وما رأيك فيها؟ حقيقة أنا من زمان كنت أحلم بأن تكون العربية لغة أسرتي، حقيقة كنت أرى أن بذلك سأحيي العربية وستصبح، يعني أنا دائما كنت أحاول أن أجعل العربية بمستوى لغة الأم، يعني كان هذا هدفي دائما، أن لا أشعر، داخل أسرتك تقصد لا أقصد بشكل عام في بشكل حياتي، عام؟ حسنا ما كنت أكتفي بفهم الكلمات بفهم الجمل، لا كنت أريد أن أعيش أن أفكر بالعربية، وهذا كان صعبا، وكنت أبحث كيف يتم ذلك، يعني
حتى أتكلم بالعربية ولا أشعر بأنني أتكلم بلغة أجنبية بالنسبة إلي، يعني تكون هي لتكون الأفكار مباشرة بالعربية، لا يكون هناك لحظة ثواني بين تفكير. نعم وكنت دائما أسعى لذلك، وكنت أرى أنني إن جعلت العربية لغة أسرتي، أن أتحدث مع زوجتي والأولاد، يعني سأصبح عربيا، يعني عربي اللسان، نعم وأستطيع أن أفكر بها. وهذا كان قبل أن أرجع إلى الشيشان في مصر. كنت يعني أتصفح اليوتيوب وأشاهد بعض الفيديوهات عن اللغة العربية، عن تعليمها للأولاد، وعثرت على فيديو الدكتور عبد الله دنان الله يحفظه، وكانت محاضرة ساعتان وجلست ولم أستطيع أن ألتفت إلى شيء آخر، يعني عجيب أخذني كلا، يعني كلي ما أخذ شاء الله. كلي. وثم بحثت عنه أكثر وبدأت أطلع على هذا الموضوع، هكذا تعرفت. لكن للأسف كل ما رأيت كان قديما، ما كنت أعرف ماذا حدث الآن، يعني أين هذه النظرية، هل هي حية أو هي بقيت في التاريخ، لأن كل هذه الفيديوهات كانت قديمة. قديمة صحيح. نعم صحيح نعم صحيح عجيب. نعم هي النظرية ولدت بدمشق، يعني أول ما طبقها على أبنائه عن باسل ولونا، ثم طبقها على صعيد رياض الأطفال كما سمعت، ثم انتقل إلى الكويت كذلك، ثم عاد إلى دمشق، طبقت كذلك في بعض المدارس في قطر، في سلطنة عمان، في السعودية، لكن لا أعرف أين وصلت هذه المشاريع. هل ما زالوا يطبقون نظرية الدكتور الدنان؟ وبعد أن قمت بتجربة كذلك في المغرب، ما شاء الله، قبل المغرب بفرنسا أولا، يعني طبقتها على أبنائنا، زرته بالمناسبة، وسبحان الله تعرفت على نظريته من خلال التكوين الذي حضرته مع الدكتور فوزان في مارسيليا، وذكر تجربة الدكتور عبد الله الدنان في اكتساب اللغة، ليس التدريس فقط، في اكتساب اللغة للأطفال. وكنت فعلا، أنا كان لي ابن اسمه معاذ، وصفية كان له عمرهما 4 سنوات وسنتين ونصف، وكنت مثلك أبحث عن طريقة، يعني أجعل اللغة العربية هي اللغة الأم في البيت. فسبحان الله، عندما ذكروا هذه التجربة، يعني بحثت عنه في النت، يعني عبر موقع التواصل، لم أعثر على عنوانه ولا على رقمه ولا على بريده الإلكتروني، لكن عثرت على مدرسة في دمشق كانت تطبق نظريته، ما زلت أذكر، في حي يسمى أسد القرى، سبحان الله. فاتصلت بهم وقلت لهم سآتيكم بعد أسبوع. هذا ذهبت إلى قبل أن دمشق. تكون هذه مباشرة. بعد أسبوع كنت هناك، ما شاء الله، قبل الأحداث، يعني قبل الأحداث التي نعرفها في سوريا. فزرت المدرسة، ما شاء الله، فوجدت يعني أطفالا يتحدثون بالفصحى بطلاقة في القسم، داخل خارج القسم، في الاستراحة. قلت هذا ما أريده لأبنائي، يعني صدمت، ويعني أعجبت كثيرا بهذه أنا أعلم أن في الدول العربية لا تمارس للأسف، لعلها اللغة الوحيدة التي تدرس ولا تمارس، يعني تكتب وتقرأ ولا تمارس ولا تنطق للأسف. فقلت لها هل يمكنني أن أرى الدكتور عبد الله الدنان؟ فاتصلت به، والحمد لله حددنا موعدا في اليوم التالي، فزرته في مكتبه وروضه، يعني كان يشرف على روض للأطفال، كذلك وجدت أطفالا يتحدثون بالفصحى، وقمت بتصوير، ربما رأيت أطفالا صغارا يلبسون لباسا أزرق، فأنا كنت صورتهم كان يتحدث معهم بالفصحى. فالحمد لله دربني في تلك الفترة. وعندما عدت إلى لما عدت إلى فرنسا، جمعت أبنائي معاذ وصفية، فقلت له من اليوم فصاعدا لن أتحدث معكما إلا بالفصحى. فنظروا إلي نظرة عجيبة، فالحمد لله من ذلك اليوم، ما شاء الله، الآن يتقنون الفصحى، وأنا أريد أن يستفيد أكثر عدد إن شاء الله فيها بهذه النظرية، وإن شاء الله أنت كذلك، يعني الآن لك أبناء، قلت لي نعم لك أبناء إن شاء الله، وتطبقها على أبنائك إن شاء الله هذه والله، النظرية عندك. الآن أنا أواجه بعض المشكلات يا أستاذ. ما هي المشكلات التي تواجهها؟
أنا أحاول أحيانا أبدأ الكلام وممكن ساعة ساعتين ممكن يوم واحد كاملا، لكن ثم أرجع إلى الشيشانية. يعني أشعر لا أدري، يعني كأنني لا أكون مخلصا معه، ولا أكون، كيف أقول، يعني هذه اللغة لا تخرج من قلبي. يعني مع الأطفال كأنني أشعر أنه لا يفهم، وكأن الشيشانية هي أقرب إلى قلبي، والتعبير عن المشاعر تجاه الولد تكون يعني أدق، وكأنها تصل بالشيشانية. لا أدري، يعني هذا طبعا غير صحيح، الولد لا يفرق بين اللغات وبالنسبة إليه كلها أصوات. لكن أنا كأب أجد صعوبة عندما أحدث بالفصحى. كم عمرهما الآن؟ عمره الأكبر سنتان، الثاني سنة. أنا ما شاء الله ما أجعلهما شاء الله ما شاء الله. يشاهدان الفيديوهات والكرت وهذه الرسوم المتحركة فقط بالعربية، ولكن الولد أراه يتأخر قليلا في الكلمات. يعني هو إلى الآن سنتان يقول 5 6 كلمات، يعني بعض الأصوات، ماما بابا، هذه الكلمات. في أي لكن لغة تقصد يتأخر، في الشيشانية أو في العربية؟ ولا أدري، يعني لا يوجد له الاسم حتى الكلمات. مثلا هو الآن يقول ممكن كلمة بابا، ماما، مياو يعني القطة، القطة غاو ما شاء غاو الله يعني الكلب، يعني هذه بكل اللغات. يعني هذه لا أدري ما بأي شاء الله. لغة هو ينطقها، أي لغة يقصد؟ لكن لا يتكلم. يعني الأولاد في عمره يتكلمون وهو يفهم، وما شاء الله أراه ذكيا، لكن في الكلمات ممكن هذا بسبب هذه الرسوم المتحركة التي يشاهد أنها بلغة يشاهدها كثيرا. يشاهدها كثيرا. نعم، يا ممتاز. واللغة التي يسمع واللغة التي يراها في التلفاز، يعني لذلك ممكن إلى الآن لا يجد عربية، التوافق. يعني اللغة العربية التي يشاهدها كثيرا. نعم، وزوجتك بأي لغة تتحدث معهما؟ نحن نتحدث بالشيشانية في البيت، لذلك يعني يمكن لا تعرف. يعني أقصد هي تتحدث معهم بالشيشانية هكذا. نعم، بالشيشانية، أنا ما والجميع أنصحك، حولهم يتحدثون أنا ما بالشيشانية. أنصحك به، يعني ما أقوم به أنا في البيت كذلك. أنا زوجتي فرنسية وتتحدث مع أبنائي بالفرنسية، وأنا أتحدث معهم بالفصحى، وأتحدث مع زوجتي بالفرنسية، وهذا لا يضر، لا يضر. أهم شيء يعني يعني في أنت الوحيد في البيت الذي أنا الوحيد، يكلمهم بالفصحى. أنا الوحيد، ويكفي، والله يكفي، أنا يكفي. المرجع الوحيد فقط. الشرط، ما هو الشرط؟ أن لا تتحدث معهم إلا بالفصحى. فعندما تبدأ في الخلط، هذا قد لا أقول يضر، ولكن قد يبطئ عملية اكتساب اللغة عند الطفل. فطفلك أو ابنك عندما يأتي إليك يعرف أن فلانا يتحدث بالفصحى وفلانة تتحدث بالشيشانية. ليس بالشرط أن يتكلم الجميع لا بالعربي. لا لا، ليس شرطا، ليس شرطا. أنت نعم لاحظت الدكتور عبد الله الدنان نعم نعم عندما طبق يعني هذه النظرية، يعني قال لزوجته: أنت حدثيه، تحدثي معه، يعني يقصد باسل، تحدثي معه بالعامية وأنا أتحدث معه بالفصحى. وكان كذلك، يعني بعد 3 سنوات، وكان يجر أواخر الكلمات، لا يقف على السكون حتى نعم يكتسب الطفل اللغة ويكتسب القاعدة دون تعب. وفعلا بعد 3 سنوات أصبح الطفل يجر وينصب ويرفع ويتحدث بكل طلاقة. فكان عندما يطلب الدكتور الدنان شيئا من ابنه، يقول له: قل لأمك كذا وكذا وكذا. يذهب الابن إلى أمه ويقول له بالعامية، يقول لها بالعامية: أبي يقول لك كذا كذا كذا. ثم يعود وهكذا. وأنا رأيت هذا مع يترجم. أبنائي، هذا ما يحدث مع أبنائي عندما أرسلهم إلى أمهم، يتحدثون معهم بالفصحى ويعودون بالفرنسية، عفوا، ويعودون إلي ويتحدثون معي بالفصحى. فمرة قال ابني الأصغر طلحة، عمره الآن 5 سنوات، السنة الماضية، قال أبي لا يعرف، يعني كيف لخص النظرية، قال أبي لا يعرف الفرنسية، ويراني أنني أتحدث الفرنسية مع زوجتي. لا، قال هكذا، قال أنا لا أعرف العربية، يقصد هو يعني، لكن أتحدث مع أبي العربية لأنه لا يعرف أن يتحدث الفرنسية معي. ففهم أن هناك، فهمت. فالأطفال ما شاء الله أذكياء، لا تخاف، لأن هذه نظرية علمية ولن يضيع إن شاء الله، لأن
لأن اكتساب اللغة أمر فطري، ويمكن للأطفال أن يتحدثوا لغات كثيرة في آن واحد. الشرط كل شخص ينبغي أن يمثل لغة، يعني فهمت؟ لو وجدت في محيطك من يتقن الروسية مثلا يتحدث معهم بالروسية فقط، فكن على يقين أنه سيتحدث الروسية ويتحدث الشيشانية ويتحدث العربية. أنا مثلا الآن في بريطانيا، فجئنا وصلنا إلى بريطانيا في نوفمبر الماضي، نوفمبر الماضي، ومنذ نوفمبر الماضي نحضر حاضنة، تسمى عندهم هنا ناني بالإنجليزية، حاضنة نعم تأتي إلى البيت. فأنا طلبت منها، قلت لها هدفك هو أن تتحدثي مع أبناء الإنجليزية، أن تلعبي معهم، أن تخرجي معهم، أن يعني أن تقرأي عليهم قصصا. فكذلك فكان كذلك. اليوم بعد 7 أشهر ما شاء الله يتحدثون الإنجليزية، أنا يتحدثون الإنجليزية أحسن مني، ما شاء الله بل ما شاء يصححونني ويسخرون من لكنتي في الإنجليزية. الله. ولكن ما هو الشرط؟ يعني هذه السيدة التي تأتي تتحدث إلا الإنجليزية ولا تتحدث لغة أخرى، فهمت؟ فلم تدرسهم على الإنجليزية، بل كانت تتواصل معهم بالإنجليزية وتلعب معهم بالإنجليزية وتخرج معهم بالإنجليزية، فلن يشعروا بالتعلم أصلا، فهمت المقصود؟ جميل. فهذا والله أعلم. نعم، هنا كثير من المشاهدين يكتبون بالروسية، ولذلك يعني حتى نعرفهم بك وبما تقوم مرحبا لاختصار. مرحبا، هناك ربما أسئلة ممكن أن تقرأ إذا كان فيه شيء وتعليق. مثلا يقولون يعني متى ننتظر أنهم يبدأون الكلام، يعني متى إلى متى نحدثهم بدون الجواب يعني؟ أنا ما أقوم به أنت ما شاء الله الآن أبناؤك ما زالوا يعني صغارا، لكن مثلا أنا عندما بدأت مع أبنائي كان يعني معاذ عمره 4 سنوات كان يتحدث الفرنسية، وكان يتحدث قليلا من العامية المغربية. فعندما بدأت قلت لك كما قلت لك، يعني جمعتهما وقلت لهم لا أتحدث معكم إلا بالفصحى، فتركتهم، يعني كنت أنا أتواصل معهم بالفصحى وهم يردون علي إما بالعامية أو باللغة الفرنسية فأتركهم فلا بأس. فمثلا كما فعل الدكتور بالضبط، فكان مثلا إذا جاءتني مثلا بنتي تقول لي أبي بالعامية بغيت الماء، يعني أريد ماء، تقولها بالعامية فأنا أترجم ما تقول، تقول تريدين ماء، تريدين ماء، فهي تفهم أن السؤال الذي طرحته الطلب التي وجهته لي هو بالفصحى هكذا. فهناك يعني عملية الله أعلم كيف في الدماغ يعني تربط بين ما قالته وبين ما قلت لها. فأقول لها تريدين ماء، نعم قولي أريد ماء، فتعيد أريد ماء. فتركتهما هكذا، يعني أنا أتواصل معهم بالفصحى وهم يردون علي بغير الفصحى لمدة تقريبا 3 أشهر تقريبا. بعد 3 أشهر أنا قلت لهم عندما كانوا يوجهون الكلام لي بالعامية أو بالفرنسية فأقول لهم لا أفهم لا أفهم، لكنهم فيضطروا. يعرفون أنك تفهم، أه؟ نعم لكنهم يعرفون أنك لا تفهم. يعرف، يقول لا لا أنا لا أتقبل هذه اللغة ولا أفهمها، فيضطرون إلى المحادثة بالفصحى وأن يعني يوجهون كلامهم لي بالفصحى فيخطئون وأصحح، يخطئون وأصحح. بعد 6 أشهر سبحان الله كان الكلام يعني سليما جدا. ما شاء الله. فأنت الآن ذكرت لي متى بدأ يبدأ ينطق، أنت الأصل يعني أبناؤك صغار، لا أرى أنه تأخر، هناك أطفال يتحدثون يعني قبل 2 سنين وهناك بعد 2 سنتين، فلا ينبغي أن ينزعج أن تنزعج من هذا الأمر. فقط أنا أكيد أنا متيقن بما أنك تتحدث معهم بالفصحى ويشاهدون رسوما بالفصحى أنهم اكتسبوا رصيدا كبيرا من المفردات ومن التعابير، وقد يفاجئونك في ذلك اليوم الذي كما قلت، أنت قلت لي أنك كان لك يعني مخزن للغة كنت تحتاج إلى من يدفعه إلى أن يخرج، فاليوم الذي يخرج خلاص يعني إن شاء الله سيكون الأمر سهل الله أعلم. أحكي لك قصة صارت مع أحد أصدقائي. كان كيف أقول، يعني جعل في عنده قنوات عربية، وجعل ابنه يشاهد هذه القنوات، سبيس تون، لا أدري، قنوات مختلفة. وهكذا جلس الطفل سنة أو سنة ونصف يشاهد، ولكن لا يقول شيئا، يعني لا يتكلم بالعربية، ولا أحد في البيت يتكلم معه أصلاً بالعربية. نعم، وكان عمره 3 سنوات أو 4 سنوات،
والأب ما كان يتوقع أنه تعلم العربية، لكن كان يرجو ذلك لأن الأولاد عندنا يشاهدون الرسوم باللغة الروسية، ولا أحد في البيت يتحدث بالروسية ولا أحد حوله، لكن الطفل مباشرة يبدأ يتحدث بالروسية ولا يعرف الشيشانية أحيانا، ويطلب عجيب. يجعل الجميع يحدثه بالروسية لأنه أحب الروسية من خلال هذه الكرتونات. وهكذا هناك كثير من في الأسر الطفل لا يعرف الشيشانية، يعرف الروسية فقط، والآباء يقولون هو شاهد التلفاز وتعلم. فهذا الشاب رأى ذلك، يعني أن الأولاد الشيشانيين يتعلمون الروسية من خلال التلفاز، قال ربما يتعلم من خلال التلفاز العربية، وهو كان قد درس العربية ويعرفها. جميل. وهكذا سنة الولد شاهد الرسوم المتحركة، ثم هم ذهبوا إلى الأردن للدراسة، ويقول أن الولد خرج يوما يلعب مع أولاد جيرانه في أول يوم أو في ثاني يوم، والأب سمع من خلال النافذة أن هناك أحدا يتكلم بالفصحى، ويعني كيف مشاجرة بين الأولاد، وقال هذا صوت ابني ولا ماذا. خرج فإذا بابنه يعني يعاتبهم ويلومهم لكن سبحان الله. بالعربية الفصحى. عجيب. تعجب الأب، يعني الطفل فقط ما كان يجد مكانا نعم ليمارس العربية لأن ما نعم كان في البيت أحد يكلمه، لكن لما رأى بيئة عربية يعني نوعا ما الأردنية، ليست يعني الطفل الذي يعرف الفصحى سيفهم الأردنية، أكيد أكيد. سيفهم أنها عربية على الأقل، وبدأ يعاتبهم ويلومهم ويعني عجيب يشتمهم لكن بالفصحى. وأنا لقيت عجيب هذا زمان الولد الآن عمره 7 سنوات، ما شاء ما الله إلى شاء الله، الآن يتحدث بالعامية الأردنية وبالفصحى. وبالفصحى نعم، عجيب والله، سبحان الله وأنا عجيب. صورتهم يعني في الفيديو، يوجد فيديو على اليوتيوب، الأولاد الشيشانيون يتحدثون بالفصحى سميت. وهناك أولاد شيشانيون من الأردن، يعني هناك منذ 100 سنة يعني يوجد هناك عشيرة شيشانية وأعشار شيشانية في الأردن، هم الآن أردنيون شيشانيون يسكنون هناك منذ 100 سنة تقريبا، وهم لا يعرفون، أولادهم لا يعرفون الفصحى، وهذا الولد عجيب هو من الشيشان يعرف الفصحى والعامية، وأولادهم لا يعرفون الفصحى عجيب سبحان فقط الله، العامية. نعم، عجيب وحالهم سبحان حال الله، الأولاد العرب. عجيب طيب سبحان الله. نعم يا واد، دعني أستغل هذه الفرصة وأسأل ممكن أضيف فقط يعني نعم نصيحة، أو يعني ما كنت أقوم به، لأن كذلك عندما بدأت التواصل بالفصحى مع أبنائي كانت تنقصني الكثير من الكلمات والمفردات، لأن لم أتعود على الفصحى، ها هذا وخاصة كان الفصحى سؤالي. اليومية كانت تفقدني كلمات وتعابير فكيف يعني، كيف يعني، أنا أعترف كذلك أن أبنائي يعني كان لهم يعني دفعة كبيرة في مستواي أنا في العربية، يعني بما أنني كنت أتحدث معهم يوميا فالمستوى ينمو خاصة في التعبير، فكنت وأنا معهم كنت أشاهد معهم الرسوم، أو كنت أحيانا أشاهد أنا الرسوم، رسوم متحركة، وكانت لي مذكرة، وكلما كانت يعني عبارة أو جملة قد أستفيد منها، وقد يعني هذه الكلمات كنت أعرفها، ولكن أن تخرج في الوقت المناسب والمكان في هذا المناسب هذا كان السياق. صعب، فكنت أكتبها وأستعملها فيما مثلا في إحدى الرسوم المتحركة شخص قال لا تمشي حافي القدمين، يعني جملة بسيطة ولكن لا تخرج، فكنت أكتبها لا تمشي حافي القدمين، وهكذا يعني كونت يعني جمل وتعابير، فهذا ما أنصح به كذلك، خذ لك مذكرة وهناك جمل يعني مركبة جاهزة تساعدك والله بعد على ال... العجيب أن هذا السؤال كان على لساني، أريد أن أطرحه إليك، من أين أخذ الكلمات؟ مثلا عربيتي لا تناسب الأولاد، يعني أنا لا أدري كيف أمازح الطفل، كيف أداعبه، يعني كنت نعم أريد أن فهمت. أسأل يعني. أرى من خلال كما قلت لك الرسوم، وكذلك القصص، يعني أنا أدعو لحكاية القصص للأطفال، أنا إلى يومنا هذا أحكي لهم قصص قبل النوم، خاصة الصغار منهم الآن، فكنت يعني من البداية عثرت على الكثير من القصص، قصص للأطفال طبعا، وتحكي كل ليلة قصة، هذا أكيد ينمي يعني مهارات الفهم والاستماع عندهم بشكل قوي جدا جدا، فالقصص يعني أهم شيء، قصص جحا مثلا، مهم كل القصص البسيطة هذا ينمي ويحببهم في القراءة فيما بعد، لأن
لأن الطفل هذا في حقيقة في جميع اللغات، يعني عندما تحكي قصص للأطفال يحبب إليه هذا، هذه الخطوة الأولى في القراءة. الخطوة صحيح. الأولى في القراءة ليست تعلم الأحرف كما يظن الناس، لا، عند الأطفال الخطوة الأولى أن يعلم الطفل أن هناك نص يقرأ وينطق ويفهم من خلاله أشياء. فللأسف ما نقوم به نحن في، وحتى في أوروبا بصفة عامة، نبدأ بتدريس الأحرف للأطفال، يبدأون القراءة. أنا لا أعتبر أنها قراءة، لأن الذي يقرأ ولا يفهم فليست قراءة، فقد تهجي. فالقراءة بدون فهم قد يجعل الطفل يمل، يجعل الطفل يمل من القراءة، لأنه يقرأ أشياء لا يفهمها. فعندما تحكي القصص للأطفال وعندما يتعلم القراءة سيحب القراءة أكيد، يعني بدون، وفعلا هذا ما لاحظته مع أبنائي. كنت أحكي لهم كثير كثير من القصص، واليوم ما شاء الله يقرؤون. مثلا عندي صفية قرأت، أنا أذكر، ما زلت أذكر، سبحان الله، سافرت من طنجة إلى الدار البيضاء في 2010 و2000، يعني كنت مارست معها هذه النظرية، تتحدث بالفصحى جدا. كان عمرها آنذاك 7 سنوات تقريبا، وتعلمت القراءة. لا أدري كيف تعلمت القراءة، والله في الحقيقة لا أدري. أخذت كتاب كان لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، كتاب فيه تقريبا 200 صفحة، والله قرأته من طنجة إلى الدار البيضاء 4 ساعات. ما قرأت شاء يعني بكثرة أنها كانت تحب القراءة وتفهم ما تقرأ. هذا هو أهم شيء، أن تفهم ما تقرأ، هذا أهم شيء في تنمية على كل حال القراءة بصفة عامة. عفوا قطعتك. لا لا لا، هذا جواب لسؤالي. إذا كان إذا سؤال، يعني إذا أنا مثلا لا أعرف كلمة باللغة العربية، هل أقولها في سياق في جملة عربية مثلا، أقول هذه الكلمة كما هي في الروسية أم أبحث عنها؟ ما رأيك؟ أنا سؤال مهم هذا. أنا عندما كنت أخرج، أنا يعني كما ذكرت لك، عندما يعني بدأت تطبيق النظرية على أبنائي، كنت أخرج مع معاذ وصفية إلى السوق، إلى المتجر، إلى كذا، فكان بيدي قاموس دائما، قاموس. فرنسي عربي، فرنسي عربي، قاموس بيدي، لأن أعلم أن اليوم لا تحتاج إلى قاموس، يعني فيه الهواتف الذكية يعني تجد فيها. ولكن قبل كان عندي قاموس، فعلا قاموس صغير أخذه معي، فإذا سألني شيئا، أو يعني أريد أن أعلمه شيئا، أو فأستعمل القاموس، لا أنطق بالفرنسية يعني معه. إذا مثلا أنا لا أعرف الكلمة أبحث عنها ثم تبحث أقول. عنها، تبحث عنها، جميل. تبحث عنها، نعم. وكذلك من شروط هذه النظرية عند الأستاذ عبد الله الدنا كان أن يكون الأبوين أن يكون الأبوان يتقنان العربية. وإذا في حالنا مثلا نحن الأجانب مثلا لا نتقن العربية، كثير منا يعني بمستويات متوسطة، وهل ينفع ذلك؟ يعني إذا كنا نتكلم معهم في دائرة التي نعرفها، مثلا ماذا فعلت؟ هل تريدين أن تأكلي؟ أو مثل هذه الأمور، هل هذا ينفع؟ أو نعم، هو لا يشترط أن يعني أن يتحدث الأبوان بالفصحى، واحد يكفي هذا أولا. ثانيا، يعني هذا الرصيد اللغوي القريب من المحيط قد يكفي، إذا كما ذكرت لك أضفت له القصص، أن القصص يعني ستضيف مفردات وتعابير أخرى لتقصيرك، إذا صح التعبير. أنا كنت كذلك مقصرا، كما قلت لك كانت تنقصني الكثير من الكلمات والعبار، وكنت أشعر أنني مقصر جدا تجاه أبنائي. فهذا جعلني أبحث، ويعني كما قلت أن أشاهد الرسوم وأقرأ القصص وأقرأ كتب إلى آخره. فكيف يعني تغطي هذا النقص؟ بقراءة القصص، يعني قراءة تبدأ بمستوى يعني قصص قصيرة. كلما أنا أنصح كذلك، تعرف كتاب حكاية عمو محمود، هذه حكاية في مجلدين، يعني لغة بسيطة وجميلة. تعرف هذه الموسوعة للأطفال، والثانية حكايته حكاية عمو محمود موجودة كذلك PDF، ممكن أرسلك. هذه فيها يعني مجلدان، ليس فيها صور، ولكن ليس في الفترة الأولى، تبدأ بالقصص مع الصور، وشيئا شيئا تنتقل إلى قصص بدون صور.
هذه ممتازة، لغة بسيطة ويحبها الأطفال، فالقصص تغطي هذا النقص، فهمت؟ وبعد شيئا فشيئا ستجد نفسك أنك يعني مرتاح يعني في الحديث معهم بالفصحى، وهذا أكيد سينمي ما سينمي مهاراتك في التعبير. نعم، ولأن كثير من متابعي يسألونني في هذا الأمر، يقولون نحن مثلا أنا مستواي ليس جيدا جدا، هل أبدأ بهذا؟ ما كنت أعرف الجواب. يعني إذا يبدأون بما عندهم نعم ويطورون أنفسهم وأولادهم. أكيد سيتعلمون مع أبنائهم، أنا فعلا تعلمت مع أبنائي كثيرا والله أعلم. هناك أرى الكثير من الإخوة يكتبون بالروسية ربما أو الشيشانية، هل يفهمون ما نقول؟ يعني نعم، هم يترجمون تقريبا يعني ما نحن نتكلم، بعضهم يعني يسألون عن يفهمون ماذا ما شاء الله. يتحدثون وهم يترجمون لهم. ما شاء الله. نعم هناك إذن قصص، يعني حكاية عمو محمود، سلسلة جحا مثلا، حكاية جحا رائعة. على كل حال القصص موجودة عبر النت كذلك، ممكن ننصح ببعض المواقع. ممكن هناك دار نشر جيدة جدا، هي في الإمارات، دار نشر تسمى كلمات، كلمات عندهم حساب، عندهم حساب في انستغرام. هذه دار النشر أظن أميرة من الأميرات هناك في الإمارات، وأبدعت شيئا ما في تأليف أو في إصدار قصص للأطفال، ولكن بجودة عالية. كلمات هكذا تسمى، دار نشر كلمات. ممكن بعد نضع هذا في وصف هذا الفيديو حتى يعود إليه المشاهدون إن شاء الله. جميل. وكذلك مثلا عندما نتكلم مع الطفل يجب أن نكرر له عبارات نفسها، صحيح؟ لا نأتي كل أي مرة. نعم نعم ممكن مظبوط، تكرر. يعني نعم أوضح هذه نعم النقطة. التكرار، لأن هو الأطفال يتعلمون من خلال التكرار والتقليد، يقلدونك والتكرار يساعدهم كثيرا. وحتى القصة ممكن أن تحكيها مرات عديدة، لنفس القصة نفسها تحكى، والأطفال يحبون ذلك. أحيانا يأتي بالقصة حتى في لغتكم الأم أو اللغة نعم، الروسية، أو يقول لك أنا حتى في أقرأ في الكرتون قرأتها. بعضهم يشاهدون أي نعم، كرتون 100 مرات. وهذا يرسخ المعلومات، يرسخ المفردات، كذلك القصة يعني ترسخ هذه المعلومات. وبالنسبة للقصة، قد يسأل السائل متى نبدأ؟ ممكن تبدأ يعني في عمر يعني مبكرا، يعني سنة، في سنة سنتين تبدأ. يعني الطفل سيشاهد الصور ويسمع، يستمع إلى صوتك، وسيربط بين الصور والصوت والكلمات، وهكذا شيء تتكون عنده اللغة. يعني أنا يعني مرات أو قبل النوم كنت أحكي القصة، لكنها كانت قصة من رأسي. يعني أنا كنت أحكي القصة للولد وهو ما شاء الله نام بسرعة، كأنه عارف القصة أو ملت منها، لا أدري. كنت أقول كان يا ما كان في قرية صغيرة ولد اسمه محمد، وكان يعني أحكي عنه، وكان هناك ثعبان كبير وكان الناس يخافون هذه الأمور. يعني كنت يعني ألعب بالصوت، يعني ألعب بنبرات الصوت، وهذا الثعبان الله طار. يمنعم. صح، ما رأيك بهذه الطريقة؟ يعني لو لا بدأت جيد جيد جيد، لكن أرى والله أعلم أن تعتمد على كتاب يكون ربما له أثر أكثر، لأن كما قلت لك سيربط بين الصورة والنص والمنطوق، فقد لأن ستستعمل عنده مهارات كثيرة، البصر، الاستماع، وسيرى النصوص، يعني حتى ولو لا يعرف القراءة، وأظن سيكون الاستفادة أكثر. ولكن ممكن من حل آخر أن تعتمد على قصص من رأسك كذلك. ونحن مثلا في روسيا صعب أن نحصل على كتب. هذا إشكال، هذا إشكال. هناك تطبيقات أنا عثرت على تطبيق في بلاي في جوجل أبل ستور أظن، أو في تطبيقات فيها كثير من، ممكن أن تضع في بلاي ستور أو أبل ستور، إذا نشاهد على بلانشيت يعني عادي، صح؟ فلا إذا كان في، نعم، لوحة رقمية، وممكن يعني أن تستعمل ليس الصفحات يعني كتاب ورقمي. والأصل إذا كان كتب أفضل يكون أحسن إن شاء الله، لكن إذا غابت الكتب ممكن تستعمل هذه الوسائل. جميل جميل. وإذا كان الطفل مثلا كبيرا أو 5 سنوات 6 سنوات، لا بأس يعني آه نبدأ. طبعا، آه طبعا، لا بأس. أنا بدأت مع معاذ كان عمره يعني 4 سنوات ونصف تقريبا، وهل إلى يومنا هذا لم يدرسوا النحو، إلى يومنا هذا لم يدرسوا النحو، لكن عندما ندخل إلى نستمع إلى درس أو إلى المسجد نستمع إلى الخطبة،
يقول لك هناك أخطأ هنا و... ما شاء يعني الله يعرف الأخطاء بسليقة يعني، بسليقة بالفطرة، ما شاء الله ما شاء الله. ولا يستطيع أن يشرح لماذا، لا يستطيع أن يشرح القاعدة. صحيح ما شاء الله والله. ولكن إذا مثلا هل يوجد هناك حد أعلى مثلا في العمر بعد ذلك لا تنفع هذه هو في الحقيقة النظرية؟ أنا لا أرى، أنا الله أعلم، لا أرى أن هناك حد، هناك فعلا في سرعة الاكتساب، نعم هناك حد، يعني كلما كان الطفل يعني أصغر كلما كانت يعني الاكتساب يعني أسرع. العلماء يعني علماء في اكتساب اللغة أو في يقولون من الولادة إلى 7 سنوات لهم قدرة قوية لاكتساب اللغة، وهذه القدرة تنقص شيئا فشيئا إلى 10 سنوات إلى 14 سنة. ولكن هناك رأي آخر يقول أن هذه القدرة لاكتساب اللغة موجودة إلى الأبد، والدليل على ذلك أنت والكثير من الطلاب. وأنا مثلا الوالد جاء إلى فرنسا سنة 74 تقريبا هكذا إلى فرنسا، وكان لا يتحدث الفرنسية أصلا، يعني جاء من المغرب يعني كمهاجر، واليوم يتحدث الفرنسية ولم يدرس الفرنسية أصلا. كيف يتحدث الفرنسية؟ بالممارسة. فكما ذكرت قبل قليل هي القضية مسألة طريقة، مسألة كيف نعم تعلمت العربية. هناك مثلا بفرنسا الكثير من الأطفال يأتون إلى من دول أخرى، من سوريا، من حتى من المغرب، من الجزائر، من تونس، وأعمارهم يعني كبار، يعني 15 سنة 16 سنة، وفي وجه في يعني في فترة وجيزة يتعلمون الفرنسية، لأن المدارس الفرنسية لها برنامج خاص لتدريس الفرنسية لغير الناطقين بها. الإشكال نحن ليس لنا هذه البرامج، عندنا العربية بين يدينا كنا ندرسه بالروسية أو بالإنجليزية أو لا أدري. فأكيد لو أنا أعرف شخصا آخر مثلا هنا بلندن لم يخرج من أصول بنغالية ما شاء الله، لم يخرج من لندن من بريطانيا، هو الآن يدرس العربية ما شاء الله، لغة مستوى رائع جدا، يدرس الأدب العربي، ما شاء الله. فتعلم العربية يعني في كباره ليس في صغره. فهذه القدرة يعني كما ذكرت لك قوية عند الصغر، لكن أراها أنها دائما موجودة. يعني موجودة، علينا نحن الأساتذة وأنت ما شاء الله أن ننميها يعني بطرق التدريس الفعالة. جميل جميل ما شاء الله. ماذا أيضا كنت أريد أن أسألك؟ ولكن هل تجد أن أحيانا لغة تغلب على لغة أخرى مثلا، أو تتفوق على لغة، وهذا يختلف مثلا من بلد إلى بلد؟ عند أولادك مثلا ترى أن العربية تضعف وتتقوى، أو هي دائما يعني بنفس في المستوى؟ البيت يعني تقصد في البيت؟ وأرى ممكن أحيانا هناك فترات، يعني مثلا في البداية كانت العربية أقوى بكثير، يعني لأن كنت أؤكد عليها كثيرا بوسائل شتى كما ذكرت لك، قصص، رسوم، وخرجات، واكتشافات مع الأطفال. وبعد ذلك عندما دخلت الفرنسية، يعني حتى زوجتي ركزت على الفرنسية أكثر، يعني حتى لا تضيع عندهم الفرنسية، فكان هناك يعني توازن إذا صح التعبير. وقد أحيانا يميل الطفل إلى العربية ويميل إلى الفرنسية يعني، ولكن الأهم أنا ما يعني ما أفتخر به الحمد لله، والله أشكر الله ذلك على ذلك، أنني عندما أدخل إلى المسجد مع أبنائي يفهمون الخطيب، خطيب الجمعة. والله هذا هذا شيء، أهم شيء عندي. يعني أحيانا هذه أكبر هدية لهم والله منك. العظيم، هناك نصلي هنا في مسجد قريب مني، ويخطب الخاطب يعني سوري ما شاء الله، لغته جميلة جدا، وأرى ابني معي ويفهم ما يقول، هذا أهم شيء عندي خلاص. يفهم، يمكن بعد الجمعة نناقش ما قاله إلى آخره، ويمكن يقول لك مستوى الخطبة اللي كانت مستوى جيدة كذا، يعني هذا أهم شيء. ولكن أولادك يفهمون المغربية الدارجة؟ طبعا أكيد يتحدثون العامية مع الأجداد كذلك. ما شاء الله أي نعم ما شاء الله، هم متعددوا اللغات. الحمد لله، والآن يتعلمون الإنجليزية. فكما ذكرت لك يعني الطريقة هي أهم شيء، إذا كانت الطريقة سليمة وتخضع ل يعني لأساليب علمية، نحن نستغرب كأن العربية لغة يعني صعبة ومستحيل يعني
نتعلم، ولكن الأصل في جميع اللغات، الأصل في اللغة الممارسة. يعني إذا سافرت إلى الصين أنت وأبنائك إلى الصين، يعني أبنائك سيتعلمون الصينية قبلك صحيح صحيح، لأنه نعم ما شاء الله كلامك يعني مظبوط. يتعلمون بسرعة ولا يخشون الخطأ. هذا هو الأهم، أن الأطفال لا يخافون من الخطأ، يعني يخطئ يلحن ليس إشكال عنده، يصحح يسدد يقارب، وبعدها يعني يصبح لسانه يعني سليما. جميل ما شاء الله، جزاك الله خيرا. وما كذلك كان هناك سؤال، مثلا لو شاب يعرف، مثلا رجل يعرف العربية، زوجته لا تعرف العربية، لكن هو مثلا لو هو يحضر لها بعض العبارات هي تحفظها ثم تمارس خلال اليوم مع الطفل، يعني مثلا 5 6، وكل يوم يزيد، وهذه المرأة ممكن لا تفهم تركيب هذه الجملة لكن تفهم هل تريد أن تأكل، يعني مفهومة، يعني حفظت. وبهذه الطريقة مثلا هل نستفيد؟ والله لأن أفضل، الله الأم أعلم. دائما تكون مع الأولاد نعم والأب أكيد، قليلا يكون معهم، يعني نعم لكن أكيد. لا وهذا يخسر. هكذا أني في البداية مثلا أنا فعلا كانت الأم دائما مع أبنائي، ولكن بالرغبة الشديدة وبالجهد الكبير والله كانت العربية أقوى في البيت، يعني في البداية خاصة كما ذكرت لك، يعني بالاستمرار والإصرار على ذلك. فأنا أرى والله أعلم، إذا كانت الأم يعني مستواها متوسط نعم ممكن، ولكن إذا كانت فعلا مبتدئة جدا جدا فلا أنصح، لأن ممكن كما ذكرت لك يعني الأطفال يقلدون كثيرا، فإذا أخطأت سيخطئون كثيرا. صحيح ممكن تكون أخطاء يعني خفيفة وصغيرة، لا بأس في ذلك، ولكن إذا كانت الأم لا تركب جمل يعني بطريقة سليمة وصحيحة قد يؤثر ذلك. لا فممكن عربية ممكن لك ولا روسية ولا أي لغة، صحيح. نعم ثم س... س يعني إذا اقتصرت الأم على العربية وهي لا تعرف العربية سينقطع الاتصال مع ابنها، وهذا ليس محمودا علي أن جميل تتواصل معه. جميل، فوالله أعلم، أنا أرى أن إذا الأم تتحدث بالروسية أو الشيشانية والأب بالفصحى رغم غيابه من البيت، ولكن يكون الاستمرار والجدية والاعتماد على هذه الوسائل، كن على يقين أن هناك نتائج يعني سريعة جدا، سريعة عندما أقول سريعة ربما في 6 أشهر تجد النتائج إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا أستاذ عبد الكريم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ما شاء الله. عندي سؤال أخير ربما أو سؤال إن شاء الله. لا بس أنا أستمتع كثيرا نحن نستمتع منك إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم، بماذا تنصح من يريد أن يتعلم العربية الآن؟ يعني أنت تعرف أن السفر أصبح صعبا جدا، السفر إلى دول عربية بسبب الكوفيد وبسبب الكورونا بسبب الأشياء كثيرة، هذه الإجراءات. يعني شخص يريد أن يتعلم العربية في دولة غير عربية، لا توجد دروس حوله، يعني المساجد لا تلقي دروسا، فماذا تنصحه؟ والله حقيقة الآن أنا أرى أن السفر ليس بالضرورة، يعني حتى ممكن نعم بدون مهم سفر والله تستفيد من خلال هذه التكنولوجيات، أكيد، الجوال والحاسوب، وتستفيد أكثر مما لو سافرت. يعني لذلك أن أنصح الجميع أن يستغلوا بما لديهم ولا يفكرون بما ليس لديهم، يعني لا يفكرون بالمعدوم. يعني مثلا هذا الهاتف والله يغنيك يعني أكيد أكيد، عن السفر، عن كل شيء، فقط الاستمرار، يعني 5 دقائق يوميا أفضل من ساعة مرة واحدة في الأسبوع. صح يعني صح هذا هو، فقط إذا أخذ قليلا لا بأس، يعني كل يوم 5 كلمات مثلا، 5 عبارات فقط، لكن يستمر، فقط الاستمرار والممارسة. ما شاء الله، أكيد أكيد. وكمعلم وكمدرس للفصحى، ماذا تنصح الأساتذة؟ والله لا، ليس لدي أنصح له. لا ما شاء الله، الآن عندك تجربة وما شاء الله. للأساتذة متعلم، وحتى أستحي عندما يكتبون أستاذ خاص، وأنا أستحي والله، أنا أعرف الأساتذة وأنا طالب،
فقط يعني أنا طالب فقط، ممكن أكبر من الطلاب الآخرين، أكبر منهم قليلا. وأنا دائما حسنا. أقول لطلابي الفرق بيننا أنني بدأت قبلكم يعني، فقط أنتم تمشون على هذا الطريق أنا أمشي عليه، فقط بدأت قبلكم بسنة سنتين، لذلك أستطيع أن أفيدكم بشيء وأنتم تستطيعون أن تفيدوا من بدأ بعدكم يعني، هكذا أكيد أكيد يعني كلنا نتعلم ونعلم يعني. أكيد لذلك سبحان أنا ما الله. زلت طالبا، ما زلت محتاجا إلى الدراسة، وأحاول أبحث عن طرق تطوير العربية. وإلى الآن يعني الذي وصلت إليه أنه بصنع كيف أقول يعني، يجب أن أصبح صانع المحتوى على اليوتيوب مثلا، بذلك أستطيع أن أطور العربية، والحمد لله شيئا فشيئا يعني أمشي هذا النحو، وأجعل فيديوهات بالعربية، ولما أصورها أستعيد وأبحث عن بعض الكلمات، وهكذا أحاول أن أجعل النص أدبيا أكثر. وأنت ماذا تنصحني يعني، كيف يمكنني أن أطور العربية لدي حتى أنا أنصح أستطيع أن أتحدث؟ بصفة عامة، أنصح أن مشاهدة برامج وثائقية في مواضيع تحبها أصلا في لغتك. إذا كنت تحب، لا أدري، عالم البركان أو عالم الحيوانات، تشاهد وثائق، يعني برامج وثائقية في هذا. إذا كنت تحب الرياضة، تشاهد يعني نعم برامج في هذا الميدان. إذا كنت تحب الأخبار بصفة عامة، أنا مثلا شخصيا ساعدتني كثيرا الجزيرة، نعم مقالة الجزيرة في بدايتها، خاصة في 2001 2002، كنت ما شاء أشاهد الله كثيرا الجزيرة، فساعدتني كثيرا. فكانت يعني كنت يعني أكتسب يعني الكثير من الكلمات، وكنت أحتاج إلى فرصة للمحادثة، فجاء حتى هناك هذا تحدث. البرنامج الاتجاه المعاكس، والله أحبه نعم، كنت كثيرا، أحبه هنا كثيرا. نعم، العربية كنت تحيا أشاهد دائما. يعني. نعم، كنت أشاهد كثيرا. فأنا ما أنصح به يعني مشاهدة الأخبار. لا أدري إذا كان، أظن هناك مثلا قناة روسية بالفصحى تتحدث عن طبعا راشد إخباري، الدين، هذا جيد. فأظن هذه القناة تتحدث عن أخبار روسيا بالفصحى، صحيح فهذا قد ينمي مهارات الاستماع، خاصة إذا كان المرء يهتم يعني بأخبار بلده، فتجده أنه يعلم ما يقع في بلده في لغته الأم، فإذا شاهدها بالفصحى يعني هذا سينمي يعني مهارة الاستماع. والأمر الثاني أكيد هي الممارسة، يعني علينا وعليكم جميعا أن تبحثوا عن من ينطق بالفصحى، وهذا ليس بالسهل. أنا والله دائما أتمنى مدينة، يعني ننشئ مدينة تتحدث بالفصحى. فقد كنت سمعت بمشروع هكذا في تركيا، لا أدري أين وصل، أن يعني يفكرون في مدينة يتحدث فيها ما البقال شاء الله والسكان المدينة بفصحى فقط. ما هذا شاء كذلك الله حلم. هذا جميل يكون حلم الله. جميل، الممارسة والاستماع. نعم الحمد لله هذا الذي أقوم به، إذن أنا أمشي في طريق إن صح. شاء الله. أنت عندك مع من تنطق، يعني أظن مع طلابك الآن ما شاء الله، يعني تتحدث والله معهم بالفصحى، أو عندك أو في محيطك هناك من يتحدث بالفصحى؟ لا، ليس في محيطي من يتحدث بالفصحى، لكن مع طلابي ومن خلال هذه البثات ما شاء الله. ولكن حقيقة يعني هناك أمر لاحظته، أنني من كثرة المحادثة مع الطلاب ضعفت عربيتي لدي، كيف؟ لماذا؟ لأنني دائما أحاول أن أتحدث بمستوى يفهمونه، ولغتي تصبح فقيرة يعني، أنا ممكن لا أستخدم الكلمات التي أعرفها، كلمات صعبة إن صح التعبير، وأتكلم معهم كما أتكلم مع الأطفال، أشرح لهم كل جملة، لا أستخدم كلمة مثلا، أستخدم شرح معنى هذا الكلمة. لذلك يعني حتى عندما أحاول أن أتحدث بلغة أفضل، أحيانا أرى نفسي أتحدث بلغة بسيطة جدا يعني، هي عربية هي فصيحة لكن بسيطة يعني، فهمت. نعم مفتقرة إلى بعض العبارات الجميلة، مفتقرة إلى بعض المصطلحات مثلا. لذلك أحاول أن أتحدث مع العرب ومع طلاب آخرين متفوقين في العربية، كي أحاول أن أواكبهم في الكلام مثلا إن صح، نعم ولكن الكلام مع الطلاب يعني أثرت في لغتي كثيرا، ما شاء الحمد الله. لله لم أنسى، لكن لم أتطور يعني، نعم لأن نعم دائما فهمت أنا فهمت. أنزل على مستواهم وأتحدث بما يفهمون، ولا أريد أن أثقل عليهم
كيف أقول، أكتفي بالكلمات التي موجودة في الكتاب أو الكلمات التي درسناها، والذي أعرف أكثر بكثير مما نحن درسنا مثلا. نعم، لذلك هناك كلمات شبه ميتة في رأسي، يعني يجب أن تحتاج إلى من، نعم. أشغلها يعني أنت تعتمد على العربية بين يديك هكذا؟ قليلا. يعني بشكل عام أنا ماشي جمعت بعض الحوارات التي أراها مناسبة وأدرسها هذه الحوارات ماشي، يعني. ممتاز، نعم رائع، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله، وصلى الله تعالى خير. يوفقك. نادر، هناك أسئلة، إذا كان في أي سؤال لك أو لي أو لا هم فقط ما شاء الله ترجمة فورية تقريبا ما شاء الله. يقولون، وهناك بعضهم يترجمون، وما شاء الله يعني هناك عالم آخر يعني وادي وهم في وادي آخر يعني. عجيب، سبحان الله، جميل جميل ما شاء الله، بارك فاز الله بنت. فيك يا أستاذ عبد الكريم. وفيك بارك، أشكرك كثيرا على كل حال على هذا شكرا البث. لك، إن شاء الله إن شاء الله علينا جزاك أن الله نجدد خير. اللقاء، إن شاء الله ممكن نجدد هذا اللقاء مع أشخاص، يعني إخوة، أعرف أخ كذلك من لندن، أخ من النرويج، قمت معه جميل، بلقاء، فممكن. نعم، أنا تواصلت مع همام اسمه همام، صحيح. تعرفه. لا أنا لما رأيته عندك ذهبت إلى صفحته وتواصلت معه، ما شاء الله ما شاء الله، طيب وما شاء الله طيب جدا، يجتهد أخوه، ما شاء الله، ما شاء الله، ومستواه جيد في العربية ما شاء الله. أولا رأيته يعني حسبته عربيا ما شاء الله. إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يوفقك إن شاء الله، وأشكرك آمين كثيرا على وإياك، هذا، بارك الله فيك، على قبول الاستضافة إن شاء الله، جزاك ونشكر الله خير. كذلك المتابعين على همهم، ما شاء الله، شاركوا كثيرا ما شاء الله. ستحفظ هذا البث نعم، سأحفظه إن شاء الله، سأحفظه إن إن شاء شاء الله، الله، سآخذه منك، بارك إن شاء الله الله، فيك. والله بارك الله فيك، سعدت بلقائك أنا كذلك والحوار معك كثيرا واستفدت كثيرا، جزاك الله دعوتكم خيرا. إن شاء الله، بارك الله فيك أخي، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.